السيد ابو عبد الله من سوهاج. يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. كل عام وانتم بخير وامه محمد بخير يا شيخ. يا رب يا رب يا رب. يا ابي شيخ لو سمحت، معلش انا اول مره في حياتي اتصل حتى على التلفزيون، ومعلش كنت محتاج استفسار لكذا حاجه، تعباني جدا معايا. اتفضل يا حاج ابو، اتفضل يا حاج ابو عبد الله، معاك سامعك كويس. معايا انا مقاطع معايا اخوات مقاطعهم. مقاطعهم ليه؟ لظلم، ظلموني كتير يعني. طيب وبعدين فين سؤالك؟ في فين سؤالك يا حاج ابو عبد الله في مقاطعتك لاخواتك؟ سؤال يعني ان انا مقاطعهم فحرام عليا. بس معلش يا شيخ، انا يعني وصلت الموت وما لقيتش اخوات ولا لقيت حد جنبي، وانا اللي كنت شايلهم على كتافي. هجاوبك حاضر يا ابو عبد الله. السؤال الثاني، السؤال الثاني ليه ظلما لناس وصلتني للموت وحابب ان اخد حقي؟ هتاخد حقك ازاي؟ هتاخد حقك بالعدل ولا وبالقانون، ولا هتاخد حقك كده بدراعك؟ بالقانون وبدراعي. طب انا هجاوبك، لا ما ينفعش تاخد حقك بدراعك. تاخد حقك بدراعك ده في قانون الغاب، احنا عندنا قانون. طيب ايه تاني يا حاج ابو عبد الله؟ بس فشيخ بالله عليك الله يبارك لك، عايز طيب انا اكلمك يا ابو عبد الله، انا اكلمك يا ابو عبد الله دلوقتي، مش بس اكلمك باسم الشرع، لكن اكلمك كمان باسم الرجوله. الرجوله مش بس ان الواحد لما حد يأذيه اذيه اكتر من اللي اذاه له، دي مش رجوله، دي والعياذ بالله وحشيه، دي لا يمكن تكون رجوله. اخواتك لو ظلموك خد حقك، اخواتك لو ظلموك سامحهم. ليه طيب تسامحهم؟ لان هم لو ظلموك وانت سامحتهم هي دي الرجوله. طب مش قادر تسامحهم، خد حقك، خد حقك بعدل الله، خد حقك بالقانون. لكن لو خدت حقك زياده عن كده عشان تعوض الكسره اللي هم كسروها لك، فتكسرهم كسره اكتر من كسروها لك، انت دخلت وخلاص في دايره الكبائر، دايره الظلم، انت بقيت زيهم ظالم. طب والحل هو ايه؟ ان انت تاخد حقك، تاخد حقك بالقانون. لان في بعض الاحيان احنا بنتصور ان احنا لينا حقوق عند ناس وهي مش حقوق. فانا شايف ان انت تاخد حقك منهم بالقانون. ونفس الكلام في السؤال الثاني، لكن ما تاخدش حقك بدراعك. حقك بدراعك ده هيوديك الى الظلم، فما تكونش ظالم. طيب هو احنا موجودين في الحياه ان انا ما حدش يقدر يظلمني؟ لا، ما ممكن يظلم بأبي أنت وأمي يا حبيبي وقرة عيني يا رسول الله. ما الظلم وخرج من مكة، والظلم في الطائف، وحتى دعا الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ فيا سيدي ليس الواصل بالمكافئ، ما تكافئهمش على السوء اللي فعلوه بسوء، ولكن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سلم قلبك، خلي قلبك فيه سلام. لكن لو سبت النار دي تفضل مشتعلة في قلبك، إيه يعني إن يتقال عليك طيب؟ أنا عارف إن جرايبنا أنت خايف يقولوا عليك طيب وطارق. إيه يعني اللي يقولوا عليك طيب؟ طيب يعني ربنا بيحبك، طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. أوعى تخاف إن حد يقول عليك طيب. الطيبة مش عيب إن الدارة منها، الطيبة شرف، لأن الله يحب الطيبين. فخليك كده وخد حقك بالقانون، بس ما تظلمش حد ولا تجور على حد، وواصلهم ولو حتى باتصال تليفون. نعم.